ايوه، فانتوا يعني متعودين على ده، ما بتخافوش انكم تقفوا تتكلموا قدام حد، وبتبص يعني على نفسك في المرايه، ها يعني تقرا وتحفظ، بعد شويه تبص، بعديها كمان ساعتين ثلاثه تقوم رايح تاني باصص وتقوم قايل، بعديها كمان ساعتين ثلاثه. انتوا كنتوا بتتمرنوا كده تقفوا قدام المرايه تحفظوا وتقولوا؟ سيليا بقى اللي كانت اول ما تحب تعيط بتعيط، كنت بتعيطي ازاي؟ انا على طول مامي قالت لي اني انا افكر في حاجه تضايقني قوي، حاجه ممكن تبقى حصلت لي خلتني انا اعيط، او حاجه ممكن تحصل لي تخليني اتضايق قوي وابدا اعيط. ماشي، فانا كنت بعيط كده. فانت افتكرتي كلام مامي؟ تقومي فاكره حاجه وحشه تقومي تعيطي؟ او يعني ساعات ما كنتش بعيط، بتعيط عشان هي مش عارفه تعيط. كل الناس بيقعدوا يتكلموا معايا يا حبيبتي، انت كنت ساعات بتعيطي لانك خايفه ما تعرفيش تعيطي؟ ايوه يا حبيبتي. وكانت بتقول لكم يا كانت بتجيلكوا يعني كانت بتجيلكوا؟ هم ساعات بيبقوا معايا في المشهد، فبيبقوا بيشوفوا يعني، فانا بقعد اتكلم معاهم. طب ايه اللي افتكرتيه؟ ايه اللي افتكرتيه وحش قوي كده خلاكي تعيطي؟ مش بفتكر حاجة حقيقية، بعمل كأن وين مثلا أنا بتزعقلي، أو مثلا صاحبتي حصلها حاجة وحشة قوي أو كده. يا حبيبتي أنا بقى بفكر إن مثلا يعني بعد الشر، يعني إن بابايا ومامتي ماتوا بعد الشر عنهم. أنا كمان فدي حاجة تخليك بعد الشر بعد الشر. وأنا بفكر في جدي الله يرحمه. في جدك؟ جدي الله يرحمه. الله يرحمه حبيبي.